أو على هذا التركيبة الجديدة. شنو أبرز، يمكن قد تكون في تفاصيل كثيرة يمكن يعني قد نتجاوزها الحين حتى احنا نكمل، بس من يعني في الثلاث سنوات الأولى قبل ما أوصل حق مجلس الشورى الثاني اللي صار في تاريخ الجماعة، في أشياء جديدة طرأت؟ الحين عندنا أمير جديد، عندنا مجلس شورى جديد، في شيء جديد الآن من 75 قاعد نتكلم إلى تقريبا معناته 79 هالثلاث سنوات في شيء ملفت، محطة مهمة صارت تتعلق في الجماعة السلفية؟ المحطة المهمة أنه الشيخ عبد الرحمن كما قلت لك انفصل عن جماعة الإخوان وجاء الجماعة. هذا متى صار؟ هذه يعني 72 قبل انتخابات الشورى وقبل كذا. اي 72 من 72 بس ما دخل إلى الآن الشورى. لا خمسة وسبعين لما صار انتخابات الشورى اختير الشيخ عبد الرحمن مو عضو في مجلس الشورى، انما مستشار لمجلس الشورى، يحضر جلسات مجلس الشورى وكذا، لكن مستشار. بس في الجمعية العمومية هذه اللي صارت كان موجود من ضمن الثلاثين؟ لا ما كان موجود. ما كان موجود. فبس في صفته الاعتبارية الدينية. يعني صفته الاعتبارية وإنه يعني موجه الآن أصبح موجه، يعني لما خرج من الإخوان إلى الآن يعني صار له 3-4 سنين، فأصبح موجه للدعوة السلفية. شنو اللي ما يحق له إن صح التعبير؟ بس التصويت. داخل مجلس الشورى القرارات إيمان. بس يحضر اجتماع. يأخذ رأيه ويستمع لرأيه، لكن مو بالضرورة إنه يعني يؤخذ بالرأي اللي يقوله، لا، إنما نستمع إلى مقترحاته، إلى أفكاره، نستمع إلى. لكن صح تعبير رأي غير ملزم للجماعة. غير ملزم للجماعة أبداً.